يعطيكم العافية يا شباب، وهنئكم بأن اصطفاكم الله جل وعلا لهذا المكان المبارك، وأن كنتم من نخبة المتطوعين الذين تشرف بهم بلدنا العظيمة المملكة العربية السعودية. فنحن في هذه البقعة الكريمة نقدم الرعاية الأولية الإسعافية لضيوف بيت الله الحرام والزوار والخادمين، لنكون من نخبة المتطوعين الذين اختيروا لهذا الشرف العظيم. تشرفنا في جمعية غوث للبحث والإنقاذ بأن نكون في هذه البقعة في العام الثامن على التوالي في شهر رمضان وفي شهر الحج بطواقم متطوعة ما بين 150 إلى 200 طبيب ومسعف ومنقذ، وكان لنا شرف تقديم الرعاية الأولية للطوارئ لضيوف رب العزة والجلالة، ونحمد الله ونشكره أن هذه الخدمة تقدم في بلادنا العظيمة على أكمل وجه وفي أفضل صورة بمعيار عالي من الاحترافية، سواء في بروتوكولات الرعاية وفي المعدات والآليات التي تقدم لضيف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين. اللهم لك الحمد، هذا من فضل الله وتسهيل حكومة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده ورئاسة الحرمين الشريفين بالسماح للمسعفين المتطوعين تقديم الإسعافات الأولية والثانوية لحجاج بيت الله الحرام كل سنة، ونحن الآن لنا ما يقارب 8 سنوات متتالية لموسم الحج والعمرة. اللهم لك الحمد. بدأت الفكرة كفريق من عام 1427 حتى تطور بأن يكون جمعية عام 1437 ويغطي جميع أنحاء المملكة بعدد متطوعين تجاوز 17,000 متطوع ومتطوعة في جميع التخصصات سواء الطبية والإسعافية والإنقاذية. أهلاً وسهلاً يا حاجة، بلغوني أنه عندك الضغط، فإن شاء الله حابين نطمن عليك. طبيعة عملنا هنا إحنا إسعافات أولية وإنقاذ أيضاً، بنقدم كل الإسعافات الأولية اللي يحتاجها الحاج. نبي الحجاج كلهم نوعيهم بخطورة الشمس وخطورة ضربات الشمس، إرشادات حفظ الدواء، إرشادات أخذ الدواء في وقته. من ضمن يعني الإسعافات اللي قدمناها اليوم فيكون في التسلخات، يكون فيه إصابات بسيطة في الأقدام. قدمنا اليوم علاج بعض الجروح، الشد العضلي عند بالذات كبار السن، بعض حالات الإغماء، في حالات تجينا طبعا كسور حروق جروح، فكل حالة تختلف وإحنا الحمد لله مستعدين لكل الحالات. يكون هناك كثير من الحالات التي تعاني من ارتفاع الضغط أو نزول السكر أو بعض الإرهاق والشد العضلي، فنقوم بالإسعافات الأولية لهم، والحالات التي تكون غير طبيعية أو نحولها للجهات المختصة. هذه على الصدر، حلو، يدنا ما تتحرك، اليد ثابتة، اليد ثابتة، اليد الضعيفة تحت، اليد القوية فوق، منتصف الصدر. تم تدريبنا لأسوأ الحالات، فالحمد لله بعد التدريب والتعب هذا والتركيز علينا كأعضاء في غوث الحمد لله تم الاختيار، فحاسنا بالفخر. إقبال المتطوعين من جميع فئاتهم وتخصصاتهم رائع جدا، ونحن في هذه المهمة شاركنا بما يقارب 200 متطوع وفي الانتظار أكثر من 1500، ووضعنا معايير لترضي الجميع، ووعدنا من لم يحالف الحظ هذا العام إلى العام القادم، ولدينا من الطاقات البشرية الرائعة من دكاترة واستشاريين وأخصائيين وخبراء في عدة تخصصات، كل همهم أن يبذلوا ساعات التطوع في أطهر بقعة، ونحمد الله الإقبال عالي بتخصصات عالية من جميع فئات المجتمع. بدأت في التطوع للأمانة كانت من عام 2019، والشيء اللي خلاني وحببني في التطوع هو انه احنا كيف بنساعد الحجاج وكيف بنقدم الخدمات الإنسانية لهم، كفاية انه احنا بنساعدهم يكملوا مناسك الحج وافضل الحال. يعني
التطوع علمني الصبر، علمني مواجهة الجمهور، كيف أقدر أتعامل مع جميع الجنسيات كثقافة. طبعاً التطوع زاد من مهاراتي، زاد من حسن تعاملي مع الناس، غير في شخصية أشياء كثيرة، جعلني أكثر حنية مع الناس، تقدير لظروف الناس، تقدير لأحوالهم. الاستفادة اللي استفدتها للأمانة تطورت معي المهارات اللي هي السريرية والعملية، يعني لما نجي إحنا نباشر الحالات بتجينا جروح مرة كثير، بتجينا حالات ارتفاع ضغط وانخفاض وكذلك السكر. عرفت أفرق بين الارتفاع والانخفاض في الحالات الطبية، يعني برضو عرفت كيف أقدر أتعامل وأكون سريعة في التصرف، يعني ما أجلس أطالع في المريض ويعني أكون متفاجئة. سرعة البديهة هذه صراحة أكثر شيء استفدت في التطوع، يعني طبقت أشياء كثيرة وتعلمت أشياء كثيرة، يعني بعض الأشياء حتى ما أخذتها لحد الآن في الجامعة فتعلمتها هنا. غير كذا تعلمنا لغات مختلفة، يعني مثلا أنا أتقن العربي والإنجليش، تعلمنا مثلا أوردو هنا، التركي، فتعلمنا أشياء مرة كثيرة غير الشيء اللي نطبقه بعد. ماذا كسبنا حياة؟ ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله جل وعلا يوفقكم التوفيق المبارك ويرجعكم سالمين غانمين إلى أهلكم. تشرفنا فيكم وخدمتكم شرف لنا. الحمد لله الضغط كويس. 142 عالي. لا كويس. أنا بحاول إني أوصل لك الشعور اللي أنا أحيم الإسعافات لضيوف الله سبحانه جل وعلا، والله ما توصف. في شيء في العمل التطوعي اسمه لذة العطاء، عندما تقدم بدون مقابل تجد لذة عظيمة. فكثير من الشباب اللي التحقوا بجمعية غوث وبقية الجمعيات التطوعية وجدوا هذه اللذة بيت، ويكون أحد الشباب في البيت يسألونه ما حوله ليش تطوعت، هل يعطونك فلوس؟ نقول لا، نجد لذة عظيمة أكثر من لذة الفلوس، فضل الله ومنته وكرمه، وهذا لذة العطاء. الرقم هذا هو، لكن طبيعي أحيانا مع التعب والجهد الحراري أن يكون الضغط أعلى من الطبيعي. فخر أن الواحد يقوم بعمل تطوعي ويبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى، وفي المثل الأعلى هو يمثل بلده ويمثل وطنه ويمثل مجتمعه، فنحن فخورين بهذا العمل. عندي ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم التوفيق المبارك ونردكم لبلادكم سالمين غانمين يا حي يا قيوم. تجد لذة عظيمة لا توصف أبدا، وهذا ما تركني أو هذا ما جعلني أترك العيد مع الوالدين والأهل، بما أن من أهل أبها والعيد عندنا في القرى والأرياف جميل وممتع، إلا أني وجدت سعادة هنا في أني، أو هذا ما جعلني أترك العيد مع الوالدين والأهل، بما أن من أهل أبها والعيد عندنا في القرى والأرياف جميل وممتع، إلا أني وجدت سعادة هنا في هذا المكان المبارك يجعلني قبلها بأشهر، بل إنني من حج العام الماضي وأنا أنتظر هذه اللحظة، ويعلم الله على ذلك، بل إنه كلما قرب الوقت أشعر بدقات في قلبي وأشعر أنني يعني أكاد أطير من المكان الذي أنا فيه. هناك في عالم الغوص ما يسمى سكر الأعماق، وأنا أقول إن في التطوع سكراً أو سكراً لا يذوقه إلا من عرف قيمة هذا التطوع. يدخل لنا المتطوع في القاعة أو في السكن أو في الاجتماعات أول مرة نراه، فيستقبل بالترحيب والسلام والحب والأحضان، لأننا فريق واحد نهدف إلى تحقيق هدف واحد، ونجاحنا نجاح للجميع، بل إن التطوع هي علاقة ورابط قد يكون أقوى من علاقة ورابطة الدم.
للأمانة في الأيام اللي أنا بتطوع فيها بتكون إحنا يعني من جد بيكون إحنا عندنا زي العائلة المصغرة اللي دائماً بكون معاهم، بنتشارك أكلنا سوا، ويعني مواقفنا بتكون كلها مع بعض، وبنقدم الخدمات الإنسانية مع بعض. وهذا الشيء يعني أحلى شيء في التطوع اللي هي روح العمل الجماعية مع الفريق، يعني نكون كلنا متعاونين وهدفنا واحد اللي هو خدمة حجاج بيت الله الحرام. التطوع شرعاً أن الله سبحانه وتعالى حث على ذلك وقال ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم. وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث كثيرة عن التطوع وعن البذل وعن العطاء. وأيضاً الشاعر العربي يقول الناس بالناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات. حب العطاء للناس، حب الخير، ردة فعل الناس لما نقابلهم، كلمة حلوة منهم، دعوة حلوة، هذه بحد ذاتها يعني تخليني أستمر في العطاء. طبيعة الشعب السعودي طبيعة عظيمة جدا، وتتفجر منها الطاقات بشرية عظيمة، ومن ضمن هذه الطاقات طاقات الفزعة والتطوع. وقد انتقلت هذه الطاقات من أعمال ارتجالية إلى أعمال مؤسسية منظمة ببركة دولتنا الرشيدة التي احتوت عالم التطوع، وها نحن قريبين من تحقيق 1,000,000 متطوع بإذن الله في هذه الفترة القريبة إن شاء الله.